ليش يا حبيب قلبي لما بدك تعلم الفيزيك والشيمي والماتيماتيك وبدك تعمل انجينير ولا دكتور ولا شيروجيان بتروح بتتعلم بالجامعة من أستاذ بالتلقي، ولكن لما نحكي بالدين بدك تتفلسف وتطول لسانك وتقول رأيك بالدين وانت ما تعلمت الدين بالتلقي؟ كيف تجرؤ على هذا؟ لو واحد منه ميكانيسيان اجا واحد لعنده قال له ليك سيارتي ما عم تشتغل صلح لي اياها، بيقول له انا مني ميكانيسيان. إذا واحد قال له للتاني ليك أنا معي الزايدة أو معي كانسر ببطني فيك تشلي إياه، بيقول له أنا مني جراح. ما هيك ولا لا؟ طيب ليش لما نحكي بالدين بعض الناس اللي منهم مشايخ أو من تعلموا الدين أصلا، ما تعلموا الدين من أهله، ما تعلموا الدين من الثقات، بدهم يطولوا لسانهم وبدهم يتفلسفوا بأمر الدين؟ انتبهوا يا أحبابنا من الفتوى بغير علم، انتبهوا في أشياء الواحد إذا بيقولها يخرجوا من دين الله، منا لعبة. إذا واحد بيسألك شيء أنت ما بتعرفه قول سأل أهل الذكر، سأل يعني من يعلم من أهل الثقة، سأل من يعلم من الذين لا يفتون بغير علم. هيك الواحد بده يقول، بده يقول لا أدري إذا كان لا يدري. حسبنا الله ونعم الوكيل.